ناقشت رابع جلسات صالون مستقبل وطن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. وأصدر الصالون توصيات لخارطة الطريق مع دعم النهوض بالصناعة، كما ناقش الحاضرون خلال الجلسة معوقات النهوض بالصناعة وكيفية تخطيها. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن، يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعا هاما بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله تفيد، وهيبقى التوصيات بتاعة حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة وهتبقى خريطة طريق جيدة جدا لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم أن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي، في الحقيقة النهاردة كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة. في الآخر احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الأمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني لما شفته في حزب مستقبل الوطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة ده تعاون مثمر. الجلوس والمستمعين تفهموا، قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكلة اللي طلعت النهاردة سواء مشكلة تمويل أو مشكلة 152-154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحة يعني الاجتماع كان مثمر جدا، وأهم حاجة لمسناها كلنا طبعا هي التنسيق، يعني ان في جهات كتيره بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده، شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده. قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في أي بلد في العالم، وإحنا النهاردة في دفعة قوية جدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجودة على أرض مصر. يمكن النهاردة الميزة في الصالون النهاردة إنه بيجمع أصحاب الصلة أو الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعة التمويل المتناهي الصغر هي صناعة مهمة جدا في المرحلة الراهنة لدعم شريحة مهمة جدا في المجتمع، هي شريحة الأكثر احتياجا. بيهمنا قوي دعم هذه الشريحة، وخاصة إذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجة 5000 ل 50000 جنيه أو ل 200000 جنيه، فدي مهمة جدا.